يعني بالتأكيد الخطط الموضوعة لهذه الكلية هو الارتقاء بواقعها والاستجابة للمتطلبات العالمية. هذه الكلية تسعى لأن تحوز وتحصل على الاعتمادية الدولية والحصول على شهادة بهذا النوع. تحتاج إلى جهد كبير، تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى مختبرات، وهذه بصراحة الخطة اللي اشتغل عليها السيد العميد وعمادة الكلية بشكل أساس. فاليوم مثلا كان عندنا 7 مختبرات، هذه ال7 مختبرات أعيد تجهيزها بالكامل من ناحية أولا من ناحية يعني الأرضية والبنى التحتية، وأيضا من ناحية ثانية من ناحية الأجهزة وكل ما تحتاجه من مستلزمات، من ربما متطلبات لكي تكون بالمستوى العالي والمتميز. بحقيقة هناك جهد واضح على مستوى الارتقاء بمستوى ما يقدم من خدمات للطالب سواء في قاعات الدرس أو فيما في المختبرات، وهذه حقيقة يجب أن تسجل. هذه الكلية من الكليات المتميزة على مستوى العراق، نتطلع إلى ربما إلى بعد من ذلك أن يكون لها رصيد وأن تكون لها مكانة بين كليات الصيدلة في المنطقة، وهذا بالتأكيد مو صعب من يكون عندك كادر متميز نشط دؤوب يعمل في الليل والنهار من أجل ربما عكس صورة متميزة عن الجامعة المستنصرية. بالتأكيد هذا مكسب كبير، وكنا ثقة بأن هذه الجهود راح تتواصل، لن يتوقف العطاء عند هذه النقطة. لدينا خطط ومشاريع أيضا تجهيز الكلية بمصاعد حديثة، مصاعد شوية أكبر، أيضا تلاحظ المساحات الخضراء تم العناية بها والاهتمام بشكل متواصل ومستمر. هذا بالتأكيد يحاول أن يرسم صورة أو يحاول أن يجعل الصورة جميلة تتطابق مع جمال الجامعة المستنصرية. حقيقة هو الفرع موجود، ولكن كانت البنى التحتية مالته متهالكة جدا، وبإشراف مباشر بكل معنى الكلمة من السيد رئيس الجامعة ودعم اللامحدود ووقوفه على كافة الحيثيات والتواصل والتدليل كل العقبات اللي كانت تواجهنا، استطعنا إعادة البنى التحتية بالكامل لهذا الفرع الصيدلانيات، من أرضية، من خدمات، إعادة تأثيث بنجات و إدامة للمختبرات، مختبرات جديدة تماما. وبما أنه الحلقة الأخرى لنجاح الطالب هو وجود بيئة يعني رفاهية أو تتناسب للهيئة التدريسية، إعادة تأثيث فرع الصيدلة للأساتذة أيضا، غرفهم، تأثيثهم. إضافة إلى هذا فرع الصيدلة كان عندنا إعادة تأثيث لفروع لمختبرات فرع العقاقير والنباتات الطبية، ومختبر حديث جدا سوينا لمختبر البكتيريولوجي في فرع العلوم المختبريه السريريه. كليتنا بدعم الكبير اللي نلاقيه والاشاده من السيد رئيس الجامعه، احنا متوجهين الى الحصول على الاعتماديه الوطنيه والعالميه، فلذلك كل البنى التحتيه عادت الاهتمام بالحدائق، يعني في كل مجال دا يصير تطوير لتهيئه بيئة مناسبة للطلاب والهيئة التدريسية المشرفة عليهم، ولنكون من الأولى الكليات في العراق إن شاء الله للحصول على الاعتمادية الدولية.